السلام عليكم، معكم محمد جعيتي. اليوم غادي نتعرفوا على دبلوم الجامعي للتكنولوجيا الخاص بشعبة الهندسة المعلوماتية. كيف كتعرفوا أغلبية ديال التلاميذ اللي خداو الباك وباغين يديروا المعلوميات كيصعب عليهم اختيار ديال الشعبة اللي بغاو والطريقة باش يوصلوا لها. كاين اللي منهم باغي يدير مهندس، وكاين اللي باغي غير يشد الإجازة، وكل واحد والطريق ديالو. اليوم جيت نهضر لكم على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا لشعبة الهندسة المعلوماتية. كيف كتعرفوا هاد الدبلوم كتقدموا المدارس العليا للتكنولوجيا بالمغرب، وهاد المدارس هما عبارة عن 15 مؤسسة. وكيف كتعرفوا هاد المدارس ذات استقطاب محدود، واللي هي فاس، مكناس، وجدة، دار البيضاء، أكادير، سلا، بني ملال، أسفي، برشيد، الصويرة، قلميم، العيون، خنيفرة، القنيطرة، سيدي بنور. أنا ما جيتش نوضح لكم طريقة الولوج حيث أغلبية المعلومات كاينة في الأنترنت. أنا بغيت نعطيكم بعض المعلومات على شعبة الهندسة المعلوماتية، وكنظن مستعدين باش تعرفوا. أولا، هاد الدبلوم كيتقرا في عامين، وطبعا كل سمستر فيه 4 وحدات. ناخدو على سبيل المثال المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال الصويرة، تابعة لجامعة القاضي عياض نظرا لسمعتها الجيدة، غير أنه هذا ما كيعنيش المدارس الأخرى مستواها غير جيد، هذا مثال فقط للتوضيح. نبداو سيادنا، كيف كتشوفوا في الصورة هذا هو السمستر الأول، بعد ما الطالب كيشد الباك وكيدفع وكيتقبل، ها أول سمستر كيبدا به. وكيف كتعرفوا أن شعب المعلوميات كتعتمد في الأول على تدريس مبادئ الخوارزميات وأنظمة التشغيل، فكذلك الحال مع هذا الدبلوم. أول وحدة واللي كتعتبر وحدة مهمة هي اللغات وتقنيات التعبير. هنا الطالب كيكون مجبر عليه يتعلم أساسيات التعبير وياخذ تقنيات اللي غتخليه يكمل المشوار ديالو بأريحية. كيف ما كتعرفوا أن اللغات الأجنبية كتبقى مهمة، خصوصا اللغة الإنجليزية في هذا الدومين بالضبط. هاد الصورة اللي أمامنا كتوضح لنا البرنامج الخاص بهاد الوحدة واللي الحجم ديالها 80 ساعة زائد 40 سيري ديال التمارين، وكل أستاذ وعنده الحق يشرح بالطريقة اللي بغا، حيث في الأول والأخير كتبقى وحدة مهمة ولكن غير رئيسية. هذا ما كيعنيش نهملوها، بالعكس أسهل وحدة وكل شي كيفاليديها. ندوز الوحدة الثانية اللي هي الرياضيات، وملي كتسمع الرياضيات كتنسى شي حاجة سميتها الباك، لأنه غتقرا دابا الماط على حقه وطريقه. كاين 3 مواد رئيسية وهي الجبر، الهندسة، والاحتمالات، لالجبر، لاناليز، إلى بروبابيليتي، وأغلب الطلبة كيعانيو في البداية من هذه الوحدة. ندوز بسرعة للوحدة الموالية اللي هي وحدة أرشيتكتور ديز أورديناتور إلكترونيك نوميريك، وكل مؤسسة وشنو كتسمي هذه الوحدة. على سبيل المثال مدرسة العليا ديال كازا كتسميها كومبوزون نوميريك اي اركيتكتور دي زورديناتور. نكملو الان، كتجي وحدة الخوارزميات اللي هي الوحدة الاساسية في هذا السمستر، وخاص كل طالب يبين على قدراته العالية في هذه المادة. السمستر الثاني نفس الشيء، 4 وحدات، دابا غتبدا الخدمة ديال بصح. طالب بعد ما كيفاليدي هاد 2 وحدات مزيان كينجح، هنا كنتقلوا للسمستر 3، هنا كيبدا التخصص. اغلب المدارس العليا في المغرب التخصص ديالها هو هندسة انظمة التشغيل والشبكات، وكاين مدارس اللي فيها تخصصات اخرى بحال مكناس والصويرة وغيرها من المدارس. والسمستر الرابع كيكمل السمستر الثالث كيف ما كتشوفوا في الصورة، ودائما 4 وحدات، غير هو مازال واحد الحاجة ما تكلمناش عليها وهي البروجيات والستاجات. إن شاء الله في حلقة أخرى، هادشي إلى عجبتكم هاد الحلقة نتكلموا عليهم إن شاء الله بإذن الله. تحياتي.